5 points هي عم يحكي عن substances exchange at the level of the organs. Let's start reading of this exercise. Blood provides nutrients, for example, glucose and oxygen gas to organs. فإذا الدم بزود الأورجنز بشو؟ بنيوترينتس، for example, glucose and oxygen. So what are the substances consumed? Nutrients and oxygen gas. And it eliminates their waste, اللي هو for example, carbon dioxide. فإذا الأورجنز they consume oxygen gas and nutrients. فإذا الأورجنز أعضاء جسمنا بياخدوا المواد الغذائية من الدم وبياخدوا أكسجين and they produce بيعطوا waste اللي هو for example carbon dioxide. To verify this تبرهن هيدا كله اللي قلته one measure the we measure هون the quantity of the three substances in 100 milliliter of blood entering and leaving the organ the muscle وعندنا هو ال results. طيب تعالوا نقرا انا وياكم بالبلاد انترينج ذا ماسل دم هو فايت لعند العضله قد ايه عنده اكسجين 20 ان بلاد ليفينج ماسلز 15 يعني لما فات هون عنده 20 هون طلع قديش عنده 15 اوتو يعني قديش المسل استهلكت فاذا المسل فاتت عندها 20 طلعت عندها 15 قديش استهلكت؟ 20 فاذا is the oxygen gas consumed or produced by organs؟ فاذا الاكسجين gas is it consumed or produced؟ cons عطت المسل عطت اكسجين ولا اخذت؟ عطت كيف عطت؟ ما هي مرق ليكو شو؟ فاتت الدم بقلبه 20 طلع بقلبه 15 يعني قديش اخذت المسل؟ 5 يعني الاكسجين غاز از ات كونسيومد اور برودوسد؟ كونسيومد فاذا لانه فات ليك كيف بلاد انترينج ذا مسل فات الدم بقلبه 20 اكسجين طلع قد ايه بقلبه اكسجين 15 يعني المسل قديش استهلكت 5 فاذا شو اخذت 5 يعني كونسيوم تحطها ماينس طيب كربون دايوكسيد فات 48 وطلع قديش 50 يعني ذا مسل كونسيوم سي او 2 اور برودوس سي او 2 قديش يعني بتكون 4 فاذا the muscle consume 5 ml of oxygen gas and produce 4 ml of CO2 طب glucose فاتت 90 وطلع شو 87 is it consumed or produced قديش the quantity 3 طيب يعني هل مزبوط الهايبوثيسز اللي كان حاططها انه blood provide nutrients and oxygen gas to organs هل الاورجنز بياخدوا جلوكوز وبياخدوا اكسجين غاز ولا لا صح and it eliminates their waste carbon dioxide وبتعطي الاورجنز CO2 ولا لا بلا اوكي مش الحال فاذا the muscles او any organ of our body consumed oxygen gas and glucose وبيعطي carbon dioxide فاذا اعضاء جسمنا بتاخد glucose اللي هو السكر اللي بالدم sugar of blood and oxygen and produce carbon dioxide فاذا بتاخد oxygen و glucose وبتعطي CO2 طيب هلا draw a bar graph او histogram بده لمين؟ لأكسجين وكربون دايكسايد بس أكسجين وشو؟ يعني أول اثنين كربون ليكو شو بعمل؟ بحط هون أوتو هون بحط شو؟ سي أوتو فإذا شو حطيت؟ حطيت هون أوتو وهون سي أوتو وفوق حطيت ليفل أوف أوتو سي أوتو
هون حطيت له شو؟ blood entering، يعني الاكسجين قديش كان فايت؟ 20، برسمها لل 20. اوكي قديش طلع؟ 15، برسمها لل 15. يعني بعمل كم كولمز للاوتو؟ واحد ولا اثنين؟ نعم اثنين، نعم واحد انترينج والتاني شو؟ ليفينج هلا بيجي للسي او 2، قديش كانت؟ 48، بوصل لل 48، برسمه 48. تاني وحدة قديش؟ 52. ترو مصر ذات واربعة اوكي فهمتوها ولا لا؟ فهمتوها؟ تمام ما بنسى السكيل وما بنسى الكي، شو معنات انترينج وليفينج، وين كل وحده لونها يعني، وهيدي اللي هون، وهون بحط ارو، هون ما بكتب ارو، هون بدون ارو، ما بدي ارو هيدي، بحط تايتل. تمام مش الحال عليه علامتين. حدا عنده مشكلة بهيدا السؤال؟ لا طيب هلأ بيجي للكويستشن 2. compare the level of each of the measured substances in blood entering and leaving the muscle. طيب oxygen gas بدي قارن، بقول in blood entering the muscle the quantity of oxygen gas is 20 milliliter which is more than the quantity of oxygen gas in blood leaving the muscle which is 15 mL. يعني بقارن انه هيدي اكبر من هيدي. اوكي CO2 مين اكبر، بالبلاد انترينج ولا بالبلاد ليفينج؟ blood leaving فاذا بقول the blood the quantity of CO2 in blood leaving in blood entering the muscle 48 is less than the quantity of carbon dioxide in blood leaving the muscle which is 52. بحط هون ML. صعب تعملوا comparison؟ لا طيب glucose البلاد انترينج بالبلاد البلاد انترينج. انترينج ده مثلا 90 طيب شو مللي برسنت بستنتج انه، بلاد شو بستنتج في نقول هيدي انه شو بتاخد، شو بستنتج انه اساس كونسيوم كونسيوم، شو بتعمل؟ ذا ماسل ذا ماسل كونسيومز اوكسجين اوكسجين غاز اند اند جلوكوز اند جلوكوز بروديوس، اند بروديوس كربون دايكسايد. هيدي هي خلصت. صعبة؟ لا فاذا ذا ماسل كونسيوم شو؟ The muscles consume أوكسجين oxygen and gas glucose and glucose and produce شو؟ CO carbon dioxide CO2. صعبة؟ حدا ما عارف يعمل compare؟ لا بدكم أعلمكم تعملوها compare ولا بتعرفوا؟ عيد ال compare. لا طيب آخر سؤال، name the chemical reaction at the origin of the variation in the level of measured substances. شو اسم ال chemical reaction اللي هي مسؤولة عن هيدا oxidation اوكسيديشن؟ فاذا ليش السال عم تاخد او2 وجلوكوز وتعطي سي او2؟ شو هدفها؟ انها تعمل شو؟ اوكسيديشن. oxidation فهمنا ولا ما فهمنا؟ هارجع الخص لكم اياه هون. شوف شو عندكم، عندكم مصل عضلة، اوكي هيدا بلاد انترينج وهيدا بلاد ليفينج، بيمر قدام هيك. اوكي هون مصل، شو اخذت المصل؟ أوكسجين اوكي اخذت اوتو، شو كمان؟ جلوكوز وجلوكوز. وشو عطت؟ طيب ليش المسل او any organ of our body consume O2 and glucose and at the same time it gives CO2? Why all organs in our body consume O2 and glucose then produce CO2؟ فاذا شو سببها؟ to produce شو؟ انر to produce، فاذا to produce energy لتعطي energy by شو؟ by oxy Oxidation. By oxidation.
فإذن all organs of our body by oxidation consume O2 and glucose then produce CO2. طب إذا قمنا المصل حطينا ليفر مثلا، اوكي الليفر هو organ of our body، له علاقة بالدايجشن وله علاقة بأشياء تانية بجسمنا. طب هيدا ما عنده دور، ما عنده activity. Is it without activity أو is it with door or without any function؟ إلا function ولا ما عنده function؟ إلا function. إلا function، يعني بدها energy ولا does it need energy or no؟ بلا بدها energy. فإذا the liver needs energy to perform its function, to perform its role. فإذا to perform its role, the liver needs energy. How can the liver produce energy? By oxidation. فإذن can okay can the liver perform its function without oxidation? No. So the liver needs oxidation to produce energy. طب شو هن substances consumed to produce energy؟ شو هن الأشياء consumed؟ O2 and glucose. What is the substance produced? CO. اللي هو waste يعني. طيب وين بتكون أكتر ال CO2؟ بال blood entering ولا بال blood leaving؟ بال blood leaving. هون بتكون شو أكتر؟ لأنه بيكون في كتير CO2 لأنه عم تعطي CO2. أوكي بينما هون عم تاخد الليفر O2 وجلوكوز. فهمتوا ولا لأ؟ فهمنا؟ فإذا الـ O2 وين بيكون أكتر الـ O2؟ بالـ blood entering ولا بالـ blood leaving؟ بالـ blood entering. بالـ blood entering. كيف كأنه واحد معه مصاري؟ أوكي؟ واحد معه مصاري بفوت بيصرف الـ O2 والجلوكوز هون وبدله فالل بياخد معه الـ CO2. فإذا the blood هخلص آخر شيء خلصت. The blood enters the liver rich in O2 and the glucose, then it leaves the liver rich in CO2 because during oxidation O2 and the glucose are consumed and CO2 is produced to produce energy which is important during the function of the liver in our body. طيب آخر سؤال، بتتذكروا شي شو الكالر هون of the blood؟ bright red or dark red؟ bright red. فإذا it is bright red. ليش؟ لأنه rich in O2. طب هون شو بيكون بال blood leaving؟ dark red. ليش؟ ليه dark red؟ لأنه poor in O2. فإذا بس يكون في عندي O2 شو بيكون bright or dark red؟ bright red. When the blood is poor in O2 شو بيكون dark red. dark red. وهيك بنكون خلصنا هيدا الريفيجن.